السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا جماعة. اليوم بدرس اليوم رح ناخد نعمل إيفنت. لما بعمل كرييت لأوردر بنعمل ريز لإيفنت، بنخبر كل الناس اللي مشتركين معي إنه صار في أوردر جديد. هذا الدرس من قلب الواقع، يعني إحنا تعودنا معكم في خارطة الطريق انه نتدرج من كورس رقم 1 وهلا واصلين كورس رقم 20، انه انا اعطيكم الاشياء واعطيكم ريال اكزامبلز من الحياة العملية عشان انقلكم خبرات عملية وليست نظرية. وموضوع البرمجة هو ليس حفظ وليس فقط نوليدج، اذا ما طبقت الاشياء من الحياة العملية انت لن تصبح مبرمجا قويا، تمام؟ وللأسف زي ما حكينا أساليب تدريس البرمجة بشكل عام تعتمد على dumping information لإلك. تلاقي حالك تدرس مليون موضوع بس مش عارف how to utilize them في أرض الواقع، وهذا ما اللي بيميز programming advices، إنه أنا بعطيكم الأشياء من قلب سوق العمل وبدرسكم خبرات وما بدرسكم أشياء نظريه، لانه النولج لا تساوي الخبره، تمام؟ ودرس اليوم جدا مهم، واحنا اخذنا عن الايفنتس قبل هيك واخذنا دروس كثيره عن الايفنتس واخذنا اكزامبلز كثيره وتدربنا عليها بشكل كبير، وانتو اليوم متعلمين شغله انتو ما بتعرفوا شو هي ومفكرينها صعبه. في اخر هذا الفيديو راح احكي لكم انتو شو تعلمتوا، فعشان هيك ضروري جدا جدا تحضر كل كلمة في هذا الفيديو للاخير، لانه الزبدة في الاخير راح تشوف حالك لحالك اوف والله انا بعرف هذا الشيء، راح تتفاجأ من حالك، تمام؟ هذا اسلوبنا في التعليم. فبنصح الكل يشترك بخارطة الطريق اذا بدك تكتسب خبرة عملية من قلب سوق العمل وتتطور بالليفل تبعك وبالتفكير تبعك. أنا ما ببخل عليكم بأي معلومة، وعشان هيك دائما شعاري إنه كل شيء بوقته حلو، تمام؟ فتابعوا هذا الفيديو للأخير وشوفوا كيف تفكيركم راح يتغير بشكل عام في البرمجة. طبعا هذا واحد من مئات ومئات الدروس اللي إحنا أخذناها، والشباب بالكورس رقم 20 شايفين قيمة التدرج في البرمجة وشايفين انه ليش البرمجة ما بتقدر تتعلمها بثلاث شهور واربع شهور، لانه البرمجة هي عبارة عن ممارسة وتدرج في المعلومات. فبسم الله نبدأ اليوم. شو راح اعمل لكم انا؟ راح اعمل لكم مثال عملي، تمام؟ بحيث انه اعملكم الاوردر كلاس لها علاقة انها تعمل كرييت لاوردر، تمام؟ ولما هذا الاوردر ينعمل له كرييشن عندي في الداتابيز، او احنا مش راح نستخدم داتابيز، راح بيقول سيميوليت هذا الحكي، انه لما يصير في عندي اوردر جديد، لو بنيجي بنفكر بالحياة العملية، انت لما بتروح على امازون بتطلب اوردر، تمام؟ بتلاقي انه وصلك ايميل انه الاوردر كرييتد سكسسفولي، وبيبعث لك معلومات عن الشيبينج وبيبعث لك معلومات على كذا. فاذا في عندي سيرفيس لها علاقه بالايميل، انه انا بدي ابعث لك ايميل انه الاوردر تم اصداره، تمام؟ وكمان ممكن في مواقع ثانيه يوصلك اس ام اس على الموبايل تبعك انه الاوردر تم اصداره بنجاح، تمام؟ لما تطلب اوردر من امازون، طب امازون بتعمل الاوردر، بس هل هي نفسها اللي بتشحن؟ قد يكون نعم، وقد يكون شركة ثانية اللي بتشحن بتعمل شيبينج للاوردر. فامازون من واجبها انها تخبر الشبر اللي بيشحن انه في اوردر، هي تفاصيله ومعلوماته كاملة، يلا تفضل اشحنه، تمام؟ والشبر قد يكون عنده كود في برنامج ثاني، فالشبر لازم يوصله نوتيفيكيشن انه والله في عندك اوردر جديد، يلا تفضل اشتغل شغلك، تمام؟
وتفضل اشتغل شغلك، ما ببعث له اياها بايميل، ببعت له اياها عن طريق ايفنت بتيجي عنده على الكود تبعه، وهو بكون كاتب كود كامل يهندل هذا الموضوع، شو الكود اللي بده يكتبه، شو بده يعمل، انا ما لي علاقه، انا بخبره انه الاوردر تم اصدار اوردر جديد، وهو يشتغل بالسيستم تبعه او يشتغل بالكود تبعه او يكتب الكود تبعه زي ما بده، يعمل تراكنج زي ما بده، انا هذا الحكي ما بهمني، انا بالنسبه لي خبرتك، كل اللي علي اني اخبرك واعطيك معلومات الاوردر، باقي ما باقي كودك اكتبه زي ما بدك، تمام؟ فاليوم رح نعملكم اوردر كلاس، تمام؟ واجبها تخبر كل السبسكرايبرز، كل الناس اللي مشتركين معها انه صارت هذه الايفنت، انه صار في اوردر جديد، تمام؟ فرح نعمل 3 سيرفيسز حوالين الاوردر. السيرفيس الاولانيه سيرفيس عشان تبعت الايميل، وسيرفيس ثانيه عشان تبعت الاس ام اس، وسيرفيس ثالثه اللي هي الشبر، اللي هو اللي بده يشحن عشان تخبر الشبر انه صار في عندنا اوردر جديد. فشايفين 3 جهات مختلفه، تمام؟ 3 جهات مختلفه بدهم يعرفوا عن انه في اوردر جديد، كل جهه بتكتب كودها بالطريقه اللي بدها اياها، تمام؟ هذا اللي راح نعمله في درس اليوم، وبرجع باكد تابعوني للاخير لانه راح تتفاجئوا انه اللي بحكيه هذا له اسم في البرمجه، بس ما راح احكيه هسه، راح احكيه في الاخير. بسم الله نبدا. الان انا عندي اذا الاوردر كلاس، عندي هذه الكلاس الاساسيه الاوردر كلاس اللي واجبها لما ينعمل اوردر تهندل كل شيء له علاقه بالاوردر، وفي الاخير لما ينعمل كرييشن للاوردر سكسسفولي تخبر كل حدا مشترك معها، كل سيرفيس مشتغله معها. وهذه الاوردر في 3 سيرفيسز راح يشتغلوا معها، سيرفيس اللي هي عندي كلاس اسمها ايميل سيرفيس، وعندي كلاس اسمها اس ام اس سيرفيس، وعندي كلاس اسمها شيبينج سيرفيس، تمام؟ مجرد ما صار عندي اوردر بدي اخبر هاي وبدي اخبر هاي وبدي اخبر هاي، مع انهم هذول ما لهمش علاقه ببعض، كل واحد عايش بالفضاء تبعته، تمام؟ ومش شرط كمان يكونوا ببرنامج واحد، بس انا حاططهم هون ببرنامج واحد عشان تسيميوليت الاشياء، تمام؟ فاذا قبل ما نبلش في الاوردر، انا عشان ابعت اخبر هذول السيرفيسز انه صار في عندي اوردر، بدي احكي لهم يا جماعة هاي صار في عندي اوردر وهي معلوماته. شو المعلومات اللي بدي ابعتها عن الاوردر؟ احنا راح نختصرها في هذا المثال، تمام؟ راح نبعت معلومتين، بتقدر تبعت 20 معلومة انت بكل تفاصيلها، بس ناخذ لك كم من معلومة ونبعتها. فالمعلومات هذول بدي احطهم في حقيبة، قبل اجهز الحقيبة اللي بدي ابعتها اللي فيها المعلومات تبعت الاوردر، فبعرف كلاس اسمها اوردر ايفنت ارجيومنتس، تمام؟ هي كلاس عادية ما فيها اشي، فيها الاوردر اي دي، وفيها الاوردر توتال برايس، وفيها الكلاينت ايميل، تمام؟ فيها الاوردر اي دي والاوردر توتال برايس والكلاينت ايميل، وبتقدر طبعا تحط الموبايل نمبر والاوردر ديتيلز واللي بدك اياه، بس احنا سيميوليشن، هذا سيميوليشن، تمام؟ ف انا جهزت اوردر اي دي، اوردر توتال برايس، وكلاينت ايميل، تمام؟ وهذه فيها كونستراكتر، هذا الكونستراكتر، تمام؟ طبعا اسمه نفس اسم الكلاس، بياخذ الاوردر اي دي والاوردر توتال برايس والكلاينت ايميل، وبيحط لي اياهم في البروبريتيز هذه اللي هي الاوردر اي دي والتوتال برايس والكلاينت ايميل. هذه كلاس عادية ما فيها ولا شيء، وطبعا هي inherits الايفنت arguments، تمام؟ عشان لما بتوصلني، احنا شرحنا هذا الحكي بالتفصيل في دروس سابقه، تمام؟ فانت المفروض تكون فاهم الان. فهذه حقيبه فيها الاشي اللي بدي ابعته لما اخبر الناس عن الاوردر الجديد، تمام؟ فنيجي هنا على الاوردر كلاس، تمام؟ الاوردر كلاس شو فيها؟ فيها الايفنت اللي بدي اخبر فيها الناس، هي public event، event handler، وخذي لي هذه الحقيبة اللي عرفتها فوق، من نوع هذه الحقيبة اللي عرفتها فوق، واسم الايفنت on order created، يعني لما بصير order created انا ببلش اخبر الناس، تمام؟
وعندي ميثود هيك سيميوليشن اسمها كرييت. يعني بصير لما بعرف اوبجكت من الاوردر بحكي اوردر دوت كرييت وببعث له الاي دي والتوتال برايس والايميل، تمام؟ وبطبع على الشاشة انه النيو اوردر كرييتد، ناو وي ويل نوتيفاي ايفري ون باي ريزينج الايفنت. وهنا باجي بحكي بعمل ريز للايفنت. هاي بهذا المثال تعمدت ما استخدم الدوت انفوك، لانه بفرجيكم طريقة ثانية توريز الايفنت. فانا عم بشكل لكم كل الحلول. احنا اخذنا بالدروس السابقة عشان تعمل ريزنج للايفنت بدك تيجي تحكي اسم الايفنت question mark dot invoke وتبعت الاشياء. انا المرة بديش اعمل dot invoke، بدي انادي اسم الميثود بشكل دايركت، تمام؟ فشو بعمل انا بحال انه الاوردر كرييتد وكل شيء تمام، وكتبت هون الكود اللي بيسيب على الداتابيز وكل اموري تمام، وخصمت منه المبالغ وات ايفر الكود اللي بدي اياه، باجي هنا باجي بحكي بدي الان حان وقت اني اخبر الناس المشتركين معي انه في اوردر. عشان اخبر الناس بدي اجي احكي ابعت بدي ابعت الاوبجكت اللي عمل ريز للايفنت، وبدي ابعت الحقيبه اللي فيها كل معلومات الاوردر. هذه الاوردر ايفنت ارجز الكلاس اللي عملناها فوق، تاخذ الاوردر اي دي والبرايس والكلاينت ايميل، وبصير عندي اوبجكت فيه حقيبه الاشياء اللي بدي ابعتها على معلومات الاوردر، تمام؟ فهيك انا بكون ايش عامل، بكون عامل الـ هذه السيجنتشر تبعت مين، تبعت الايفنت اللي بدها تنبعث. بنبعث لها السورس اللي بعت او السندر، وبنبعث لها الحقيبه اللي فيها معلومات الاوردر، تمام؟ هون الاوردر خلصنا، تمام؟ الان انا بدي اعمل، هو جاهز انه يشتغل. الان بدي اعمل ايميل سيرفيس كلاس، هذه وظيفتها انها تستنى اذا صار في ايفنت من نوع نيو اوردر بيتم اخباري. لما بيتم اخباري انا بدي اكتب الكود اللي بيبعث ايميل. فخلينا نشوف هذه الايميل سيرفيس فيها ميثود اسمها سبسكرايب، تمام؟ تاخذ الاوردر اوبجكت، وهذا الحكي كله شرحناه طبعا قبل هيك، المفروض يكون مفهوم لكم، تمام؟ بتعمل سبسكرايب، تمام، مع الاوردر اوبجكت، بيحكي له يا اوردر اوبجكت لو سمحت لو تكرمت، لما بدك تفكر تخبر الناس اعتبرني واحد منهم. فلما بدك تستدعي الان اوردر كرييتد، خذ لي الادرس تبعت هذه الميثود اللي اسمها هاندل نيو اوردر، تمام، وابعث لي معلومات الاوردر بالاي هاي هنا، تمام، وانا بكتب الكود اللي بدي اياه هون، تمام. فهون مجرد ما عملت الايميل سيرفيس دوت سبسكرايب وتبعت لها الاوردر اوبجكت، الاوردر اوبجكت صار وظيفته يخبر الايميل سيرفيس اوبجكت تبعك، تمام، عن طريق الدليجيت. وهذا الحكي برجع باكد احنا شرحناه مطولا قبل هيك، تمام. وفي عندي ان سبسكرايب انه انا بطلت بدي تخبرني عن اي نيو اوردر، بقدر ان احكي لك الان سبسكرايب اللي هي ناقص سوري، تمام. بحكي له انه ما بدي اشترك، ما بدي اعرف عن اي اوردر جديد. فعندك ممكن انا اشترك وممكن ابطل اشتراك، تمام. فالايميل سيرفيس هاي مجرد ما يصير اوردر، فانا مسجل مع الاوردر اوبجكت، فراح يخبرني. مجرد ما يخبرني هو لحاله راح ينادي لي هاي، وهذا الحكي شرحناه عن طريق الديليجيتس مطولا قبل هيك. فلما ينادي لي هاي انا بكتب هنا كونسول دوت رايت لاين ايميل سيرفيس، والله انه بنحكي انه الايميل سيرفيس اوبجكت ريسيفد نيو اوردر ايفنت، وهي معلومات الاوردر الجديد عن طريق الاي دوت اوردر اي دي، اي دوت اوردر توتال برايس، واي دوت كلاينت ايميل، وهنا بحكي انه سند ايميل. هسه اللي شغال على الكود تبع الايميل سيرفيس هنا بكتب كل الكود اللي بده يبعث ايميل للكلاينت. شو هو الكود انا ما بهمني
كاوردر كلاس، ما ليش دخل فيك، اعمل اللي بدك اياه، تمام. وهذه السيرفيس تبعت مين؟ تبعت الايميل. بعمل سيرفيس ثاني للاس ام اس، نفس الكلام نفس الفكره. الاس ام اس لها الكود تبعها وكيف بدي ابعت اس ام اس للموبايل وهذا الحكي كليات مش حندخل فيه هسه، بس الفكره في الموضوع انه برضه فيها سبسكرايب. انا بسجل هذه خليها ناقص، اوكي. انا بعمل سبسكرايب مع الاوردر، بصير الاوردر واجبه يبعت للايميل سيرفيس واجبه يبعت للاس ام اس سيرفيس اذا انا عامل سبسكرايب معه، تمام. ومجرد ما صار في عندي اوردر برضه راح ينادي لي هذه الميثود، تمام، عن طريق الديليجيت. وهذا برجع باكد شرحناه مليون مره قبل هيك، تمام. ونفس الشيء بيوصلني، بنحكي اس ام اس سيرفيس، وصلني نيو اوردر، وهي معلوماته حر. انا هون بكتب الكود اللي ببعت اس ام اس، شو هو الكود مش فارقه معي هسه، تمام. ونيجي على السيرفيس الثالثه اللي هي الشيبينج سيرفيس. الشيبينج سيرفيس نفس الشيء، هي كلاس، تمام، برضو بتعمل سبسكرايب مع الاوردر، مع الاوردر ايفنت هاي. وبحال صار في عندي اوردر جديد، الاوردر ايفنت بتروح بتنادي لي هذه الميثود وبتبعت لي معلومات الاوردر، وانا حر اكتب الكود اللي انا بدي اياه هون. هاي خلينا بس منها ناقص، اوكي. وبقدر اعمل انا سبسكرايب. فبالتالي انا كشيبينج سيرفيس وصلني خبر انه في اوردر وهي معلوماتي عنده، معلوماته كامله عندي. شو ما بدي اعمل بعمل هنا، بدي اسيف الاوردر هذا في داتابيز، بدي اعمل تراكينج له، بدي اتبع مع الكلاينت، بدي كذا. مش شغلتي انا كاوردر كلاس، ما اللي دخل فيك انت كشبر، اعمل اللي بدك اياه. وقد يكون الشيبينج سيرفيس هاي، تمام، انا في امازون بتعامل مع مليون شبر اللي بيشحنوا لي هاي. قد اكون انا شبر 1 بتعامل بسيستم بالجافا، والي البروسيس تبعتي والكود تبعي بهاندلنج الشيبينج غير عن الكود تبع فلان اللي بهاندل الشيبينج. بس كلياتنا كشيبرز مهتمين انه نتخبر انه في اوردر جديد اجا، كل واحد بكتب كوده بالطريقه اللي بده اياها. ففي الهاندل نيو اوردر هنا عند الشبر الاولاني بتلاقيه كاتب كود هذا الكود، تمام. في الشبر الثاني بتلاقيه كاتب كود ثاني، الشبر الثالث كاتب كود ثالث، كل واحد له كوده، ما لي دخل. هو عنده ايفنت، اكتب كودك زي ما بدك، تمام. فعندي ثلاثه سيرفيسز انا الان موجودين، تمام، بيستفيدوا بتخبروا من الاوردر. خلينا نروح على البروجرام هسه نفسه، اللي هو شو بيحكي. انا باجي بعرف اوردر اوبجكت، هي نيو اوردر، فصار في عندي نيو اوردر اوبجكت، تمام. وبعرف ايميل سيرفيس از ايميل سيرفيس، تمام. وبعرف اس ام اس سيرفيس، وبعرف شيبينج سيرفيس. لحد اللحظه هاي هذا ما بيعرف هذا، ولا واحد بيعرف الثاني، كل واحد شغال بالفضاء تبعه، ملناش دخل، تمام. اليوم باجي بحكي الايميل سيرفيس اوبجكت اشترك لي مع الاوردر. مجرد ما عملت سبسكرايب مع الاوردر، الاوردر واجبه يخبرني. فكل ما بصير في اوردر جديد راح يخبرني، وبس يخبرني بكتب كودي. نفس الشيء للاس ام اس، نفس الشيء للشيبينج سيرفيس، تمام. وبرجع بحكي مش شرط كلهم يكونوا في برنامج واحد، تمام. الان بدي انا اجي احكي اوردر دوت كرييت، تمام، لاوردر رقمه 10 والتوتال تبعه 540 واسم والايميل احمد@gmail.com. هيك انا عملت اوردر. طبعا في الريال لايف بيكون معلومات الاوردر كثير اكبر من هيك، بس احنا بنختصرها عشان نفهمكم المبدا. فمجرد ما عملت اوردر الان لوحده، الاوردر عارف مين اشترك معه، هاي وهاي وهاي، تمام. فبالتالي
هو واجبه يخبر هذه بإيفنت وهذه بإيفنت وهذه بإيفنت، راح يخبر الكل وكل واحد يكتب كوده زي ما بده. تمام، خلينا نعمل رن ونشوف. لاحظوا لما عملت كرييت لاوردر رقمه 10 و540 توتال برايس تبعه، واسمه الايميل تبعه احمد@gmail.com، كتبت انا هنا نيو اوردر كرييتد، ناو وي ويل نوتيفاي ايفريون باي ريزنج الايفنت. بس يجي يعمل ريزنج للايفنت، هو بروح بشوف مين كان مشترك معي، بلاقي الايميل سيرفيس مشتركه معه، فبروح بعمل بنادي الميثود تبعتها. الايميل سيرفيس هذا الكود مكتوب من جوا الايميل سيرفيس، من جوا الايفنت بتحكي لك الايميل سيرفيس اوبجكت ريسيفد ا نيو اوردر ايفنت، وهي معلومات الاوردر، وببعث سند للايميل. كمان الاس ام اس برضه ما هي كانت مشتركه، فبخبر الاس ام اس سيرفيس نفس الشيء وبتبعث الاس ام اس. الشيبينج سيرفيس نفس الشيء مشتركه، تمام، هيو وصلها ايفنت، هيو الشيبينج سيرفيس اوبجكت ريسيفد ا نيو اوردر ايفنت، وهي معلوماته وبهندل الشيبينج تبعه، لانهم الثلاث مشتركين، الثلاث وصلهم نوتيفيكيشن، الثلاثه وصلهم نوتيفيكيشن. طيب انا الان الثلاثه وصلهم، طب لو انا جيت عملت كومنت اوت لهذا للكود تبع الشيبينج، تمام، عملت كومنت اوت للكود تبع الشيبينج، يعني الشيبينج سيرفيس ما اشتركت معي. لما بعمل رن بلاقي انه الاوردر اوبجكت خبر الايميل سيرفيس وخبر الاس ام اس سيرفيس، بس ما خبر الشيبينج. طب معهم حق، ما هي مش مشتركة معي، ليش بدي اخبرها؟ تمام، نفس الشيء هنا لما بعمل الشيبينج سيرفيس عملت سبسكرايب وبعديها مباشرة عملت انسبسكرايب. تمام، خلينا نعمل ران، برضو نفس الشيء ما خبرها، معهم حق، لانه هي هذه اشتركت واشتركت واشتركت، بس هذه اشتركت عاود بطلت. تمام، عشان هيك ما وصلها النوتيفيكيشن، ما وصلها النوتيفيكيشن. فهذا الحكي، تابعوني لاخر الفيديو، ده تابعوني لاخر الفيديو، انتوا هيك اتعلمتوا شغله كنتوا مفكرينها معقده وهي مش معقده. تمام، اليوم هذا كتابه البرنامج بالطريقه هاي، صار البرنامج تبعي loosely coupled، يعني الأشياء مش معتمدة 100% على الثانية. يعني كيف أنا كان بإمكاني أريح حالي وجوا الأوردر هنا أكتب إني أبعت إيميل، وأكتب إني أبعت شيبينج، وأكتب إني أبعت SMS جوات الأوردر. بس شو بخسر بهاي الحالة؟ بخسر انه انا اذا بدي اغير الشبر بدي اروح افتح الاوردر كلاس واعدل الكود تبعها، اذا بدي اغير طريقه بعث الايميل او هاندلنج الايميل بدي افتح الاوردر كلاس واعدل فيها، اذا بدي اغير الشبر وبدي ادعم اكثر من شبر وكل شبر له طريقته بكتابه الكود، بصير الكود ضعيف، يعني تايتلي كابلد، راح اعاني وراح يصير الكود تبعي في ريبيتيشن كثير كبير، ويكون في عندي سويتش كيسز جوا، واذا كيس الشبر الفلاني يعمل لي كذا، واذا كيس الشبر الفلاني يعمل لي كذا، واذا كيس الشبر رقم 3 شو بعرفني يعمل لي كذا. هذا الحكي ليش انا اوجع راس الاوردر اوبجكت في هذا الموضوع؟ الاوردر اوبجكت مفصول وعايش حياته، بخبرك انت شو بدك تكتب كود اكتب كود. هذا بصير بنسميه loosely coupled. دائما loosely coupled applications بالديزاين بتعطيك extendability للبروجكت تبعك من غير ما تعدل على الاشي الاساسي. فالاوردر كلاس ما بعدل عليها في حياتي باعتباري، يعني ما بعدل عليها. اللي بتعدل اللي هو shipping service، حبيت احب الشبر يعمل كلاس تانية بتهندل موضوع الشيبينج بطريقه مختلفه، يعمل هو راح يوصلوا الايفنت، اعمل اللي بدك اياه. فبعطيك فريدم، بعطيك حريه انك انت تو اكستند الفانكشناليتي تبعت الابلكيشن، بحيث مش كل شيء يعتمد على الكل. خلص انا بخبرك وانت سوي اللي بدك اياه. ف
فبدرس اليوم والدروس الماضية كلياتها أو معظمها، شو تعلمنا إحنا؟ شو بالكم أنتم تعلمتوا اليوم؟ تعلمتوا شغلة نسميها Publisher Subscriber Design Pattern. هذه هي الديزاين باترنز اللي فاتحين الدنيا فيها. الديزاين باترنز هي طريقة انه انا كيف بدي اتعامل مع الكود، تمام؟ فهي واحدة منهم كمثال، انه انا عندي ببلشر وسبسكرايبر. الببلشر بخبر السبسكرايبر، والسبسكرايبر بيعمل الكود اللي بده اياه. فهاي بنسميها ببلشر سبسكرايبر ديزاين باترنز. ترى ديروا بالكم ان للاسف الناس، يعني انا واحد من الناس اللي ضد انه تروح تاخذ كورس ديزاين باترنز، ضد انه تروح تاخذ كورس ديزاين باترنز وكلها معلومات ورا بعض، دمبنج انفورميشن، دمبنج 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 دمبنج، بتصفي انت ما بتستوعب البراكتيكال يوز اوف هذا الديزاين باترن. انا مع مدرسة انه اعطيك المعلومة في وقتها، وهذا اللي بيخليك مبرمج قوي. يعني في ناس بتلاقيه لسه في الاساسيات ضعيف، تمام، بروح باخذ لي كورس ديزاين باترن. يا عمي ما تاخذ كورس ديزاين باترن، انت عندك فوق ال 20 30 ديزاين باترن، بدك تقعد كل واحد تفهم شو بيعمل. طب اذا انت مش مطبق قبل هيك وكذا، انا ليش اعطيتكم هذا الديزاين باترن الان؟ لانه انتم وصلتوا لليفل انه تقدر تستوعبوا شو يعني الببلشر سبسكرايبر ديزاين باترن. لو بدي اعطيك ديزاين باترن ثاني اليوم راح ما راح تفهمه، لانه انت مش واصل بالليفل اللي انك تفهمه. فعشان هيك مدرستنا في بروجرامينج ادفايسز هي مدرسه التدرج في البرمجه والتطبيق الكثير. يعني شوفوا انتوا، لو ما حكيت لكم انتوا اليوم بتعرفوا ببلشر سبسكرايبر ديزاين باترن، انت طبقتها، انت عارفها على ارض الواقع. هسه بقول لك انت الف مبروك، انت غطيت اشي اسمه ببلشر سبسكرايبر ديزاين باترن، وعمرك ما راح تنسى هذا الديزاين باترن. فعشان هيك برجع بحكي لكم، ما تاخذوا كورس ديزاين باترنز وانت في مرحله التاسيس. انا بعرف من وين جاي، تمام، لانك ما راح تفهم هذا الكلام الا لما بتتطرق في حياتك العمليه تطبق هذا الشيء. اما تاخذ الشيء فور ذا سيك انه انا بدي اعرف هذا الشيء، لا، لما بتصير بتخلص مرحله الاساس كامله، تمام، واحنا في مراحل الاساس عم نعطيكم بالقطاره اشياء في الديزاين باترنز. احكي لكم الفريم ورك اللي علمتكم اياه واللي شغالين عليه هو يعتبر ديزاين باترن، تمام. فانا مع انه اعمل الشيء بعدين اعرف شو هو، اعمل الشيء وطبقه وشوف فايديته وحس فايديته على ارض الواقع، بعدين بقول لك شايف هذا اللي تعلمته هو هيك، عمرك ما بتنسى. ويعطيكم الف عافية، وبنصح الجميع يشترك معنا في كورساتنا ويمشي في تدرج، لانه التدرج اللي بنعطيه هو اللي راح يوصلك بشكل عملي. لانه عندنا تطبيقات، 90% من كورساتنا هي تطبيقات وتطبيقات وتطبيقات، لانه البرمجة 90% منها تطبيق و10% فقط نوليدج. شو بدي فيك تعرف 30 ديزاين باترن حافظهم؟ ما تعرف توظفهم، ايش في؟ ما راح ما 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 حتوصل مكان في حياتك. يعطيكم الف عافية، ونلقاكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى.